السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، نستهلها بأبرز العناوين. تفعيل عدد من التسهيلات الجمركية الخاصة بالبضاعة المستوردة القادمة إلى البحرين. مركز الوثائق التاريخية بعيسى الثقافي يتسلم وثائق مستشفى الإرسالية بيبلغ عمرها 100 عام. وبالإصدار بطاقة الهوية المطورة للمقيمين في مملكة البحرين. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تسعى دوما لتعزيز واستدامة القطاعين التجاري والصناعي ونمو سهاماتها في الناتج المحلي بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، منوها بأن تداعيات الظرف الاستثنائي لفيروس كورونا كوفيد-19 أوجبت على الجميع ضرورة الاستعداد للتعامل مع المرحلة المقبلة وما تتضمنه من تحديات عبر تكثيف التعاون لإيجاد الحلول المبتكرة مع الجهات المعنية عبر مختلف المبادرات والبرامج التي يمكن لها أن تسهم في نماء القطاعات الاقتصادية والقيام بدورها في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين. ونوه زياني بأهمية إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من جائحة كورونا لتحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة وحماية المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين ورسم مستقبل واعد يقف على قاعدة صلبة لمواجهة كافة التحديات، الأمر الذي يدعو الجميع للتعاون أمام هذه المرحلة الصعبة وتجاوز معطياتها تحقيقاً لما فيه خير ونماء الوطن وحماية مصالح المواطنين بالدرجة الأولى. أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حزمة من المبادرات والتسهيلات تفعيلا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الأعمال اللوجستية لضمان انسيابية حركة استيراد المنتجات الضرورية والأساسية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا. موائمة مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا كوفيد-19 وتصديا لتداعيات هذه الجائحة وتأثيرها على البدن الاقتصادي، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حزمة من المبادرات والتسهيلات تعزيزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الأعمال اللوجستية لضمان انسيابية حركة استيراد المنتجات الضرورية والأساسية وسلاسة دخولها إلى البحرين عبر إجراءات جمركية الرحبة. طبعا احنا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قدمنا مجموعة من التسهيلات، حزمة كبيرة الهدف منها ضمان وصول المنتجات الأساسية لمملكة البحرين. المنتجات الأساسية اللي من ضمنها السيارات، الإطارات، كل شيء ممكن استخدامه أساسي، حتى المنتجات الكهربائية اللي في المنزل، مع ضمان مطابقتها واستيفائها لاشتراطات السلامة والصحة العامة وحماية البيئة. تفعيل العمل بهذه التسهيلات منذ بداية الشهر الجاري تم عبر توفير خدمة الإفساح عن جميع الخدمات الجمركية بشكل إلكتروني وعلى مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع للشحنات الخاضعة لرقابة إدارة الفحص والمقاييس، إضافة إلى تخصيص خط ساخن يعنى بتقديم الدعم الإداري والفني لجميع التجار في الأمور المتعلقة بالمعاملات الجمركية الخاصة بمرور بضائعهم. تقديم الطلبات عن طريق الأونلاين، فبهذه الطريقة المخلص ما له داعي يزور أي منفذ لأخذ الموافقات أو يزور الجهة المعنية. ثاني شيء تم تمديد صلاحية الشهادات، صلاحية شهادات المطابقة وكذلك صلاحية شهادات المصانع بالنسبة على الإفساح عن مطابقة الألعاب أو مطابقة الأجهزة الإلكترونية. كذلك تم وضع خط ساخن على مدار 24 ساعة. كذلك تم توفير خدمة العملاء على مدار الساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع.
يعني في السابق كنا احنا نقدم المعامله حق الجمارك، بعدين نضطر احنا ناخذ عينات نطلع من المنافذ الجمركيه ونروح لهم الاداره. الحين كل شيء بالاونلاين، تقدم الطلب وخلال 24 ساعه او اقل. يعني مثلا اذا انت تطرش الايميل خلال 15 دقيقه يردون عليك بالموافقه. ولا تنسى انهم وفروا خط ساخن 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. الاجراءات تكون سريعه، كل المعاملات اللي نبيها قامت تتخلص في نفس الوقت تقريبا. زين، طولوا مده الشهادات والاجراءات، اعطوهم مدى اطول، سووهم لمده 3 اشهر. هاي خلصت سهلت لنا اجراءات كثيره في المنطقه الجمركيه، واللي خلانا احنا نواصل الشغل بسهوله وسلاسه. باقه التسهيلات هذا ضمت مجموعة من البنود المرنة التي ستتكفل إدارة الفحص والمقاييس في الوزارة بالإشراف على تنفيذها بالشكل الذي يصب في خانة التسهيل على التجار والمستوردين وحتى المستثمرين في تسويق منتجاتهم وضمان عدم تكدسها بالمنافذ الجمركية للمملكة. آلية عمل جمركية مستحدثة ترمي إلى إفساح المجال أكثر أمام البضائع المستوردة لتجد طريقها المعبد نحو السوق البحرينية بشكل ميسر من جهة، وآمن من حيث المحتوى من جهة ثانية، خصوصا بعد مطابقتها للمعايير واللوائح الفنية التي تعتمدها إدارة الفحص والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات. هذا وقامت إدارة منظمة المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة التجارة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، وكان ذلك بمقر الوزارة الكائن بالمرفأ المالي. هذه المسابقة التشجيعية قد أطلقت للسنة الثانية على التوالي لاختيار أفضل فكرة لمشروع إلكتروني في مجال ريادة الأعمال بمجال التجارة الإلكترونية في مختلف تطبيقاتها المتنوعة والتي تشمل التعليم والصحة والسياحة والتسوق وغيرها، إذ تهدف المسابقة إلى تحفيز طلبة الخريجين على تنمية مهاراتهم الإبداعية في مجال المشاريع الإلكترونية وكيفية نقلها إلى العالم الحقيقي للأعمال التجارية. أكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، أكد على عراقة مستشفى الإرسالية الأمريكية الذي يؤصد المستوى المتقدم الذي وصلته البحرين في عصرها الحديث، ويجسد روح التسامح والإنسانية والانفتاح الذي تميزت بها المملكة عبر تاريخها الحديث والمعاصر في ظل حكامها الكرام. جذلك لدى استقبال رئيس الأطباء والرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين، حيث تسلم مجموعة من الوثائق والسجلات الخاصة بالمستشفى الذي يبلغ عمرها 100 عام، وقد أهديت لتكون جزءا من مقتنيات ومحفوظات مركز الوثائق التاريخية. وقال سعادته بأن الوثائق المهداة تعتبر مصادر تاريخية مهمة لتوثيق ودراسة مسيرة الرعاية الطبية والصحية، وأن مكانها الصحيح هو مركز الوثائق التاريخية الذي يعتبر الجهة الرسمية المرجعية المعنية بحفظ ودراسة وتوثيق التاريخ الوطني. السلسة مستمرة وفيها بعد قليل. جامعة البحرين تطرح البرنامج الصيفي إلكترونيا. أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه ابتداء من اليوم سيتم إصدار بطاقة الهوية المطورة للمقيمين في مملكة البحرين، والتي تتسم بتصميم وتقنيات أمنية متطورة لتكون متوافقة مع المعايير الدولية، والتي سيكون من متطلبات إصدارها صورة حديثة ذات خلفية رمادية اللون. عقد المجلس البلدي الشمالي اجتماعه الاعتيادي 18 للفصل التشريعي 5 من دور الانعقاد 2 بحضور رئيس وأعضاء المجلس. وخلال الاجتماع وافق المجلس على طلب تصنيف عقارين في منطقة الملشية، وطلب تعديل وضعية عقارين في مدينة حمد، إلى جانب ذلك الموافقة على مقترح تخصيص أرض السكراب الحالية للبلدية في ساحل أبو صبح بعد إزالة سيارات السكراب لسوق عام.
كما تمت الموافقة على مقترح عمل ممشى لممارسة رياضة الدراجات الهوائية حول محيط مجمع 1216 ومقترح تخصيص وترخيص وتنظيم قاعدة الباعة الجائلين بالمحافظة الشمالية. بالإضافة إلى ذلك تمت الموافقة على مقترح عمل مدخل في الشارع بين دوار 13 ودوار 12. هذا وافق المجلس على مقترح آلية الرقابة والتفتيش للبرادات والمخابز في الأحياء السكنية في المحافظة الشمالية بالدائرة التاسعة، إلى جانب الموافقة على مقترح تخصيص أرض لإنشاء متحف وطني بلدي ومقترح تخصيص أرض لإنشاء مسجد تابع للأوقاف الجعفرية في مجمع 1205. هذا المقترح يتكون عبارة عن عمل عبر صرح في دوار 18 يمثل إنجازات سمو الشيخ ناصر للإبداع الشبابي، وفي عدة اقتراحات أو قدة مواضيع أو إنجازات ممكن تقدم في هذا الموقع، منها الإبداع الشبابي، منها سواق الغدرة، عدة إنجازات. اليوم بتحدث عن تخصيص أرض، مقترح تخصيص أرض لإنشاء متحف وطني بلدي. مثل ما انتم عارفين ان البلديه هي اول دائره حكوميه في مملكه البحرين، تاسست 1919 لحد الان 100 عام وعام، وهذه نبي نسوي المتحف، ومرت على ثلاث عقود، مرت على حكومه البحرين الاسم، ومرت على دوله البحرين، ومرت على مملكه البحرين، وهذه ونبي نسوي يعني المتحف مثل المتاحف العسكريه، ويمكن يصير اول متحف في الخليج. أعلنت جامعة البحرين عن طرح البرنامج الدراسي الصيفي للعام الأكاديمي 2019-2020، إذ ستكون طريقة التدريس في هذا الفصل عن طريق التعلم الإلكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. هذا وسيكون احتساب النتيجة النهائية للمقررات في البرنامج الصيفي وفق ما هو متبع في البرامج الصيفية السابقة، وأن التقييم سيكون من خلال الاختبارات القصيرة والتقارير والمقابلات والمناقشات بالإضافة إلى الواجبات. وقالت الجامعة إنه سيتم الإعلان عن المقررات المتاحة للتسجيل في البرنامج مساء اليوم الاثنين في موقعها الإلكتروني ونظام معلومات الطالب، وأن التسجيل سيبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء وفقا للمواعيد التي سيتم إعلانها قسم عمالة القبول والتسجيل. ولفتت إلى أن الدراسة في البرنامج الصيفي ستبدأ يوم الأحد الموافق 28 من شهر يونيو الجاري وتنتهي في يوم الخميس 13 من شهر أغسطس 2020. وللطقس محافظة مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.